مشاهدينا الكرام، أصدقائي الشباب، مرحبا بكم وسهلا في الحلقة السابعة من برنامج مع الشباب. حلقتنا الليلة اللي نتكلم فيها عن موضوع مهم بالنسبة للشباب، وهو الشباب والعمل التطوعي. لهي نعرف شنو هي أهداف العمل التطوعي، وشنو هي الجمعيات والأساليب اللي متخذينها الشباب من أجل هذا الموضوع اللي هو العمل التطوعي. ولنقاش هذا الموضوع سعدنا أن يكون معنا المنسق العام لبرنامج وطننا السيد أحمد عبد الرحمن دحي. مرحبا بك وسهلا، بالإضافة إلى رئيس جمعية محبو الوطن السيد محمد إبراهيم بابانا. مرحبا بك، بالإضافة إلى خبير الدولي في التنمية والإعلام السيد خالد مولاي إدريس. أهلا وسهلا، ورئيس رابطة النظراء المربون السيد سي جبريل. مرحبا بك وسهلا، بالإضافة إلى جمهور شبابي معنا الليلة، ناشط في المجتمع المدني وأيضا في العمل التطوعي. تحية كبيرة للضيوف الكرام. إذن أصدقائي الشباب، سابقنا بدء نقاشنا الليلة، خلونا نبقوا مع هذا التقرير ومن بعده نرجع نبدأ النقاش. تساهم ثقافة العمل التطوعي في تعزيز دور الشباب في الحياة الاجتماعية، إذ تعتبر هذه الفئة القلب النابض للمجتمع ووقود الأمة ومحركها، وتتجلى أهمية المساهمات التطوعية الشبابية في بلادنا في كل ما تركت من بصمات جلية ما زال أثرها باقيا للعيان. فوعيا بضرورته كتأدية للواجب والمسؤولية تجاه الوطن، يساهم ترسيخ ثقافة التطوع في صقل المهارات الشبابية، إضافة إلى توجيه طاقات الأفراد نحو الأنشطة المجتمعية ذات النفع العام، مما يخلق ديناميكية مجتمعية تسهم في تعزيز التواصل والانفتاح بين كافة أطياف مجتمعنا الغني بتنوعه. مبادرات شبابية جسدت المعنى الحقيقي لبذل الجهد من أجل الآخر دون انتظار مقابل، إيمانا بأهمية العمل التطوعي وأثاره الممتد على حياة الآخرين. ورغم ما شهدت بلادنا من تزايد في نسب الوعي بأهمية التطوع، إلا أن العمل التطوعي حسب المراقبين ما زال يحتاج إلى توفير وسائل لوجستية تمكن من تسهيل مهام المتطوعين. فإلى أي حد يمكن النهوض بمستوى العمل التطوعي، وما أبرز التحديات والعوائق التي تواجهه؟ بعد ما تابعنا التقرير مشاهدينا، رجعنا لكم في برنامج مع الشباب. نرحبوا بمرة أخرى بالمنسق العام لبرنامج وطننا سيد أحمد عبد الرحمن دحيي. بداية، شنو هو تعريفك للعمل التطوعي؟ مرحبا بكم وسهلا. أولا أستاذ حمزة، أهلا بك، ممتن لكم وشاكركم على هذه الاستضافة، وأيضا مرحب ضيوف اللي معاكم في هذا البلاتو. مرحبا بك، والشباب ايضا اللي شرفنا بحضوره اليوم لهذا البرنامج اللي يتناول الحقيقه موضوع مهم جدا بالنسبه للشباب. في البدايه نختار نهنئ الشعب الموريتاني على خروجه من هذه الاستحقاقات الرئاسيه الاخيره في ظل جو اللي عبر عن مستوى معين من النضج والمسؤولية والتنافس الإيجابي، وأيضا نهنى فخامة رئيس الجمهورية على تجديد الوثقة من طرف الشعب الموريتاني ومن طرف غالبية عظمى من الشباب. العمل التطوعي كان موجود في موريتان، وكان يمارسوه مجموعة من الجمعيات والشباب والأندية والمنظمات، يقر مؤسسته الحقيقية تعداد له هيئات في الوزارة، برامج وتعداد له إطار قانوني وإطار مؤسسي. هذا خلق الله في الفترة، وقطعا على عن هذه المرحلة اللي تقعد كانت مرحلة تأسيس، إنها خلق فيها قدر من العمل اللي لا يتواصل إن شاء الله وتعالى به اللي فخامة رئيس الجمهورية في برنامج وطموحي للوطن نص على أنه له يعدل هيئة جديدة للتطوع، وتعود أمه لهيئة الشبابية. لا تعود هيئة كبيرة، وبالتالي لا تعود كيف الهيئات باطل اللي في الدول اللي حذانا، وكالات وطنية والله هيئات عندها مثلا
قدر من الاستقلالية وقدر من الموارد وتعود قد نعم. تدخل في المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى إن شاء الله. من تعزيز وترسيخ ثقافة التطوع في موريتانيا. شكرا. رحبوا بك محمد إبراهيم بابانا رئيس جمعية محب الوطن، مرحبا بك وسهلا معنا في برنامج مع الشباب. أهلا وسهلا. طبعا جمعية محب الوطن جمعية معروفة وأيضا كان عندها نشاطات كبار، اخترت تكلمنا عن طبيعة العمل التطوعي في موريتانيا. اهلا وسهلا. طبعا في البدايه نحن شاكرين تحت الفرصه، وطبعا للشرف تواجدوا مع هذا القاده ورؤساء المنسق والرئيس جبريلسي وخالد، طبعا فرصه كبيره تحتنا الليله نتواجدوا معهم، ياكنا نستفاد ان شاء الله من خبراتهم اللي سمعوا مالي من قريب بخصوص العمل التطوعي في موريتانيا. حقيقه نبدا من حيث انتهى المنسق برنامج وطننا على انه كان عمل مبعثر، كانت تقوم به مجموعة من الشباب الحمد لله بشكل واسع وله نتائج ملموسة على أرض الواقع من حيث توعية المجتمع ومساعدة الناس وتجسيد روح الوحدة الوطنية والتآخي بين المجتمع الواحد. هذا كان عدد المجتمع عدد العمل التطوعي عن طريق الجمعيات الشبابية ونشطاء الشباب. بالنسبة نحن في جمعية محب الوطن اللي اسمها يوحي بأنها تحوي موريتانيين كاملين بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجهة، وتسعى مولي لبناء موريتانيا موحدة، وشعارها تحمل دائما هو النهوض بالفئة الشابة وتوعيتها وتوصيلها شعور طريق صحيح. نشوف للعمل التطوعي انه اللي نشوفه نحن في كشباب ذواتنا ونساهموا في بناء مجتمعنا ونساهموا في نعم. توحيد نعم. مكونات المجتمع الموريتاني. نختار نقول على التطوع اليوم اصبح له 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 نعم. نتائج كبيره، حيث له برنامج ينظم العمل التطوعي ويساعد الجمعيات في نعم. أنشطتها وتنظيمها والدور اللي تقوم به هي من أجل خدمة المجتمع. وراجي إن شاء الله على أن كيف شار المنسق كيف نعم. نقول كاملة لمبادرة الشباب على أن تعود فيه آفاق أكبر، فيه نقلة نوعية إن شاء الله آفاق أكبر ونقلة نعم. نوعية يستفاد من الشباب بشكل عام ويشوف فيهم واللي فيها أدواته بشكل أكبر. وشكرا، هذا ما نأمله وننتظره إن شاء الله. رحبوا بالسيد خالد مولاي إدريس خبير دولي في التنمية والإعلام، مساء الخير ومرحبا بك وسهلا. مساء النور أستاذ حمزة، أهلا بك. سيد خالد، طبعا موضوعنا الليلة هو عن العمل التطوعي الشبابي، خير نطرح نعرف شن هي تقنيات هذا العمل التطوعي، شن هي الإبجديات اللي يلا ينطلق من هذا العمل التطوعي باش يعود عمل تطوعي متكامل وعنده أثر إيجابي على الشباب وعلى المجتمع. أنا أولا أشكركم على هذه الاستضافة، شكرا. مع هذه مالي الكوكب وهذه النخبة وهذه مجموعة الشباب ما شاء الله الحماسي فعلا. العمل التطوعي هو الركيزة الأساسية للتنمية ونهوض أي مجتمع كان. نحن كخبراء دوليين نعتقد أن التنمية أنها تقوم على الشباب، واعتقد أن هذا التوجه الجديد من خلال دعوة رئيس الجمهورية أن هذه لا يتعود مأمورية الشباب، أعتقد أن هذه الرافعة وهذه الهيئة اللي تقوم على التطوع واللي تقوم على الشباب أنها ربما تعود من الهيئات لا يتعود اللي فعلا هي الرافعة الأساسية إذا البرنامج وذا التوجه. التنمية القاعدية ومرتبطة بذلك ينقالوا التطوع في جميع القطاعات، يسوى كانت القطاعات في طابعها الريفي والله مولي المدني، لأن دائما إلينا سمعوا قضية التطوع شكوا عنه لا مسألة مرتبطة بالنظافة والله قضايا أخرى يعني هامشية، بينما ذلك ينقالوا التطوع يدخل بجانب الإنتاجي ويدخل بجانب ذلك ينقالوا التوعية الصحية ويدخل بجانب حتى قال الوحدة الوطنية، معناها أنه ركيزة أساسية يعني العمل. يعني عنده عدة أوجه، ما يعني ما هو محصور كيف ما قلت في مجالات معينة. عندنا نحن هون مثلا قال لك الشباب اليوم عدلين تطوع له يبالوا يكسح الفلانية والله له يعدلوا مثلا في قرية من القرى له يجوها يردموا رواية. ما الله التطوع أكبر وأشمل من أنه يعود محصور في التنظيف. التطوع قد يعود مثلا عندنا البرنامج التطوع اللي يا رسول الأستاذ أحمد قام بدور مهم أثناء جائحة كوفيد، معتبر صمام أمام للتوعية والتثقيف حول اللي قالوا المسلكيات الضارة وحول مراقبة ومتابعة الحالات النشطة بالفيروس.
معناها انه حتى ملي يدخل في ذلك قالوا التوعيه حول اللي قالوا الافات الزراعيه وحول اللي قالوا الوحده الوطنيه وحول اللي قالوا حتى العقليات المعيقه للتنميه والمعيقه الوحده الوطنيه وحتى يدخل في ذلك قالوا الاعلام الحديث اللي هو السوشيال ميديا في قضيه عودوا متطوعين على اللي قالوا فيسبوك وعلى اللي قالوا الواتساب وتيك توك يقوموا بنوع من التوعيه حتى ربما تشوف رسامي كاريكاتير والله الناس كامله اللي عندها عطاء معين على صفحات التواصل الاجتماعي تقوم جانب تطوعي غير مدفوع الثمن هذا كامل يدخل في اطار التطوع يعني مثلا كل شخص من الموقع اللي هو فيه من العمل اللي هو فيه قد يمارس التطوع طبعا هذه هي المساله يعني الاساسيه اياك الناس تفهم التطوع ما هو هو ما هو انه في اطار مؤسسي فقط هو في اطار خاص غير زين النقام تمولي الدوله وعدلت اطار مؤسسي نعم. شامل جامع اياك يحدد نقاط معينه تدخل ضمن السياسات الدوله وضمن البرامج اللي موضوعه من ضمن البرامج اللي كان يقول السيد المنسق المشروع وهي مساله بالحقيقه مهمه نعم شكرا لك سيد خالد ننتقل شور الاستاذ السي جبريل رئيس رابطه النظراء المربون استاذ السي جبريل مرحبا بك وسهلا طبعا السي جبريل لك ما شاء الله سنوات انت في المجتمع المدني والعمل التطوعي استاذ السي جبريل لين نعيد عليك نفس السؤال اللي طرحته على السيد خالد شنو هي الابجديات اللي يلا تحكم يلا تحكم هذا العمل التطوعي شكرا انا بدوري كيف الزملاء شاكرين التلفزه وشاكرين لك حمزه على يعطيك الصحه على استضافتنا في هذا الموضوع لاثراء موضوع مهم كيف تلقى له الزملاء التطوع لنرجع لسؤالك ابجديات التطوع الفو هو اولا عن حد يعود يبقي ذا الواحد فيه عمل التطوعي ما قد حد يفرضه على راسه مثلا نقد نعدلوا ايام يا غير عني نبقى فيه هذا يتطلب اولا نوع من الشغف ونوع من الحب ونوع من اعانه الاخر واعانه الذات به اللي دائما اللي نسمعوا التطوع نشكوا عنه لا انا اللي نعاون الناس الاخرى يا غير انا درك بون منظمتنا منظمه اس او اس النظراء المربون اللي تم انشائها منذ 25 سنه لين نرد على اللورا 25 سنة مع أنها هي عنها رابطة تطوعية نشوف أنا أكثر اللي أخذت أنا من اللي أعطيت كيف؟ كيف سيجبري؟ قال لك أنت عندك جمعية أو جمعية غير ربحية ما الذي أخذه سيجبري؟ ما هو أنا واحد المجموعة بيلي سو اسمه نورا مرابو ما هو سيجبري يا غير مجموعة من الشباب تلاقوا في فترة معينة إلى كانهم حول مشروع شبابي قد ما كان واضح لهم يا غير بما أن كل ما جبروا نتيجة يدفع لهم شور مستوى آخر لين لحقوا البلاد اللي عادوا فيها اليوم عندنا أجيال نحن في الجيل الخامس والله السادس من النظراء المربون واحدين منهم الجيل الأول راك عادوا في بليدات النتيجة لين نرجع صار الأخذ اللي أخذ التجربة مثلا كل شيء عمل لا تدخل فيه أول شيء لا تعلم تجبر أولا تجبر التجربة تتعلم منها والمسألة الثانية تجبر التعاطف بك اللي لين تعاون رجاج لا يتعاطف معك لا يشكرك وهذا يرفع من قيمتك معناه عنك انت عن طريقه تطوع تعدل تبني شخصيتك وتصقل صورتك امام المجتمع يا غير معانيه صادقه ما هو فقط هذا معناها عن نعم. انا عقب 25 سنه ما هو انا وحدي يا غير كل الجماعه اللي كانت معايا اليوم لين نقبل نخرس على اللوران نقبل قطره السنف مثلا 1999 وننقص منها 2024 25 سنه مثلا اللي خاضوا عليه ومنين كانوا ولين عادوا معناها عنهم قفزه متينه وهذا لا باس والله القاعده من هذا الكامل هو العمل التطوعي اللي بدؤوه ما زالوا يقراوا في المدارس والله فاتوا تخرجوا منهم هذا يعطيهم اولا قلت جربوا يا غير المساله الثانيه عنهم بناوا علاقات ومساله الثانيه هذا دفعهم شو المستوى اخر اعلى من اللي كانوا يحلموا به اولا تجبر واحد يعني هو باب ما يقد يقدر قيمته ما هو شخص أطرق هذا الباب عن حب وعن إيمان وعن قناعة فعلاً تامة فعلاً وأعطاه وقته أعطاه وقته ويعود ما هو وتالبه عنه يدور
جانب ربحي، معناها الربح دور تجبره، بكل ما كل ما عطيت دور تجبر شيء في المقابل. هذا ديننا وصانع لي، ما كل ما اعطينا دور يضاعف لك اذا اعطيت. وانا هذا هو اللي جبرت في 25 سنه من تطوع، ما هو انا وحدي، غير كل زملائي اللي من حولي دارك اللي نعرفهم في بلادات اخرى. نعم. جمعتنا هذه التجربه اللي هي 25 سنه وما زلنا نجابروا دارك، كلنا ما زال غيور على ذيك الفتره اللي عشناها وبنينا. طبعا الدور نتكلموا عن التجربه، تجربه 25 سنه من العمل التطوعي، كيف يمكن لهذه التجربه ان تكون ملهمه بالنسبه للشباب اليوم، خاصه عن شباب التسعينات وشباب اليوم. فيه ياسم الأمور تغيرت، طبعا ياسم الأمور كانت مستحيلة، كانت صعيبة، عاد اليوم هوينا وعاد يتحدى يدخلها وعاد متاحة. إذن لا هي ضرك نفتح المجال للشباب اللي حاضر معانا هون الجمهور باش أعلنوا يعطينا آراءه في الموضوع. رحبوا بالدكتور سيدي ولزيد بي، دكتور في الجغرافيا بجامعة تونس، مدرب أيضا تنمية بشرية ومتطوع في برنامج وطننا. مرحبا بك وسهلا. مرحبا مرحبا، شكرا جزيلا الصحفي المتميز حمزة، يعطيك صحة على إتاحة الفرصة وعلى إثارة هذا الموضوع المهم اللي يتعلق بالتطوع. يا مرحبا. نختار نتكلم عن ثلاث نقاط أساسية. أولا نتكلم شوي عن الشباب وعن العمل التطوعي وعن برنامج وطننا بصورة عامة. إذن الشباب هون اخترت نتكلم عنه كثروة، الشباب في العالم يعتبر ثروة، معناه ثروة اقتصادية، فمن بعض البلدان تعتبر بلاد شيخوخة أكثر فيها نسبة الشيوخ، بدلا من نحن عندنا نسبة كبيرة من الشباب، هاي الطاقة نقدر نستثمروها وتعود رافعة اقتصادية ورافعة للبلد في التنمية بصورة عامة، حال تستثمرت بلي طاقة ما مستخدمة تقدر تستخدم. كذلك العمل التطوعي عمل مهم في العالم وعمل ضروري، أصبح ضروري لأن المدينة لا بد لها من عدفهم عمل تطوعي، عمل مجاني يقوم به الشباب. نحن أصلا نعرفه في البوادي كان عندنا أعمال تطوعية عدلوها الشباب في نجي سحاب والله تجي رواية يحاولوا أنهم يكافحوه، ذاك لأن البوادي أصلا محسوبة على مدة ومحسوبة، نحن والمدينة لأن ما هي محسوبة على حد، عادة الناس ما هي مهمة عندها والشباب ما مهم عندهم، بيلي تجبر واحد إيش من الشباب ساكنين في كارتية حداهم تيوة مدق دقة شوي كانوا قدوهما يعدلوها بموارد بسيطة ما تكلفهم شيء، والله كانوا شافوا داية والله شافوا شيء خاسر كانوا قدوا يعدل بسرعة بسيطة بالناس المجتمع اللي فهم. هذا يهملوه الشباب ويهملوه المجتمع كامل بسرعة عامة لأنه يعتبر عن هذا كان واجب الدولة ونحن ما واجبنا. نعم. برنامج وطننا هذا عدل إضافة للعمل التطوعي لأنه عدله ممنهج، أصبح الإنسان كيف نحن كنا نطوعه كنا نطوعه برنامج تدريب الشباب على بعض برامج التنمية البشرية مثل برنامج مهارات النجاح في عالم متغير والعديد من البرامج كنا نقدمه. نعم. علمنا عن أن الدولة عاد عندها تهتم بهذا الموضوع، ما كانت تهتم به لكن عندها برنامج مهم يكافي الشباب اللي يتطوعوا ويحسسهم بأنهم عندهم قيمة وأنهم عرفة وأنهم راهم عندهم عقب أفانتاج بأنهم عندهم سيفة فيها تطوع، لأن يعني الإنسان لا بد معود سيرته ذاتية فيها شيء مجاني ما يقدر عود كامل مخلص. نحن هون الشباب يقول لك ذا شيء مخلصين وذي ما هي زينة قاع به اللي أنت ما تقدر عود كل شيء لا تخلص عليه بيلي نحن يعودوا لا نخلص ونجيبوا الصين دور يشتغلونه ونجيبوا كل شيء، لا بد نعودوا نحن وطننا نعدلوا شيء كضو ما نعودوا دائما لا بد أن منه خلصوا إياك أن نعدل الشباب لا بد أن تم هو يمشي يتحمل ويعدل نهار كامل من التعب. نعم. الأطباء يعدلوها والناس كاملة يعدلوها ونختار ماشي رسالة بعد للشباب أنهم كامل يتوجهوا للتطوع يسوى اللي في الخارج يسوى الداخل اللي في الخارج قد يدعموا الشباب هون ليرجعوا لوطنهم خير يشبروه وطن صالح وسليم من يعود وطن ما هو. نعم. ما هو متقدم. شكرا دكتور، شكرا جزيلا لك. الشباب لعد فيكم حد عنده السلام عليكم ورحمة الله، معكم الفنانة الإنسانية علي باز. أنا نختار شوي، عندي تقريبا مداخلتي عبارة عن طلب، عبارة عن ملي عن توشيه. طلب لا يسبق الطلب ولا توشيه، ليس قبل الطلب. أنا طالب صاحبنا نحن فخامة الرئيس الجمهورية أنه ذا البرنامج قالوا وطننا أنه يجيل وليد حتى لأن ذا البرنامج ذا العدل لأرض الميدان ناس كاملة تراعي فيه نحن كشباب ونحن كأولاد الفقراء مشروكين في البرنامج. أي بطية الحقيقة، وأنا من أول شباب لتطوع في هذا البرنامج، من أول 8 قبلوا أنا فيهم وفخرتني حتى وفخرتني لي جماعة الجامعة يقرموا لي تطوع. أنا فنان ونتطوع على مستوي، أنا قرموا لي يالت مجال نحن من رأسه هو مجال تطوعي الكبير ومجال سمع البصري ومجال أقاني نعدلوا أقاني توعوية
رئيس الجمهورية لإطلاق مدرسة جمهورية، عدنا أغنية دعم لهذا البرنامج وخطاب جول واكبنا نحن مولي بلا أقاني، هذا تطوع منا نحن. يقال طالبين صاحبنا نحن صاحب الفخامة أنه تمكين يخلط معها مولي وطننا مولي إن شاء الله. طبعا ده كامل في المجال. تفضلي أختي عرفينا براسك ولعد عندك مداخلة. السلام الله عليكم ورحمة الله، متكلمة نورة محمد دون ناشطة في المجتمع المدني. شاكرتكم على إتاحة هذه الفرصة للشباب، وشاكرتك وشاكر الجماعة كاملة. يا مرحبا بك. شرفتني. اللي تقول عندي إضافة توف شوي عني، شاكرة المجتمع المدني وشاكرة الجمعيات اللي أتاحوا الفرصة للشباب اللي إياك يدخلوا في إطار المجتمع المدني، إياك يتعرفوا على العمل التطوعي ويتعرفوا على الشغل في الميدان ويتعرفوا على الطريقة اللي قدوا يواجهوا بها المجتمع، الطريقة اللي قد يكونوا بها أنفسهم. وطالبة من الشباب منهم العمل اللي مشاو فيه والتطوع اللي كانوا يطوعوا فيه عنهم يواصلوا فيه ويزيدوا، وطالبة مليني من رئيس الجمهورية على أنه يعود راد العين شوية على الشباب وتيح وعود فاتح لهم الفرصة ياك يطوروا من إمكانياتهم ذا كامل اللي الله. شكرا، شاكرتكم على تعتلو. شكرا، برافو عليك. تفضل يا طين نورة، تيش حالك بعد قا؟ ما شاء الله بعد أرسلي سلي مولو مولو محمد أرسلي ما شاء الله. أيوه بسم الله مول، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا باسمي يوم أمت الحسن، رئيس جمعية خيرية. شاكر الجميع على البرنامج اللي استدعونا اليوم، وهذا البرنامج تطوع قطعا شاركنا فيه من زمن كوفيد وقرد فينا حتى هذا البرنامج اشتغلنا فيه من سابق زمن كوفيد ونيجانا في زمن كوفيد تواصلنا معاه فيه وقرد فينا حتى يقير قطينا طرحنا طلبات على المنسق، والله ما هو منسق مباشرة يقير، وصينا أن نحن كنا نشارك في ذا برنامج وطنونا وأنهم يالتهم يعدلونا شي نعودوا عندنا التمييز نحن اللي كنا في ذا البرنامج. كيف تنعودوا إلى جينا الإدارات، والله جينا الجهات معنية ونحن عندنا صيفة نقدونا دخلوا بها ما تعرق لنا عود من نوع من السيابية تقدموا لعدتوا مثلاً تبقوا تدخلوا والله تعدلوا الوقت. نحن ملي كيف نحن المجتمع المدني والجمعيات خيرية يالتنا ردوا لنا اللفتة باللي جمعيات خيرية يقولوا عنهم هي السلطة الخامسة وطالبين من رئيس الجمهورية يصد اللفتة على ذا البرامج وذو الشباب وخاصة ذا العمل التطوعي. وشكرا. شكرا شكرا جزيلا لك. تفضلي تفضل أخي الكريم، تعرفنا على راسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد بن محمد، رئيس جمعية شباب توعية، ناشطة بولاية نواكشوط الغربية، مدرب معتمد من المنظمة الدولية للعمل ومدرب أيضا في مراكز قمة ريادة الأعمال التي تقام في قمة في تيارت. يا مرحبا بك. أيضا جد مسرور ب هذا الجمع الكريم في التلفزة الموريتانية، وشكرا لك أيضا حمزة. أنا أقول كما قال نيلسون مانديلا بأن العمل التطوعي هو أكثر شيء يمكن للإنسان أن يقدمه للإنسانية. مثلا أنا كشخص إذا أردت أن أخدم وطني لابد لي أن أكون لدي جانب، حتى وإن كنت موظف للدولة لابد أن يكون هناك جانب تطوعي أقوم به حبا وتنفيذا لهذا البلد. ولذلك أنصح من هذا المنبر جميع الشباب الذين هم رؤساء لجمعيات ونشطاء في المجتمع المدني أن يواكبوا أن يواكبوا هذه المسألة وهي التطوع. التطوع على أشكال، هناك التطوع في مجال الصحة، هناك التطوع في مجال الثقافة، ولا ننسى أيضا القوم الذي يعني دور. هو ما هو ما مختص بمجال معين، يعني كل شخص يقدر يتطوع بالمجال اللي هو فيه وأيضا يتطوع بالوقت اللي عنده هو فايض من وقته ودوامه. نعم نحن أيضا هنا في موريتانيا لدينا لقاعات وتشاورات عبر السوشيال ميديا مع إخوتنا في بريطانيا وفي المغرب وفي كل دول الأوروبية والعربية، نقوم بالتطوع عبر النت ونقوم بالتطوع أيضا ونعطي صورة مثالية
كمثل وطننا لهذا الشركاء، بأن موريتانيا يوجد فيها عمل تطوعي، يوجد فيها منسقية تدعم هذا التطوع. هل هناك كلمة تبغى توجهها للشباب؟ نعم، كلمة التي أحب أن أوجه للشباب هو بأنهم لا يبخرهم من هاجر هذا البلد، بل أقول بأن من أراد أن يجد نفسه في الوطن عليه أن يقوم ويبادر ويقاتل من أجل فرض نفسه، ولذلك لا بد أن يكون أيضا هو من نفسه متطوعا في هذا البلد. شكرا، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا ننتقل شور الجانب الآخر، وطبعا الشباب مازالت عندهم مداخلات في الجانب الآخر. حد منكم شباب عنده مداخلة يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعديا بدأ شاكركم على إتاحة السانحة سيف التلمودي لتعريف بالتطوع. أنا التطوع شاكع لأنه في مجتمعنا الموريتاني عندنا الناس اللي كانت تتعدى الآبار وكانت تتعدى الأمور اللي هذا، وهذا كامل من التطوع. ولا جينا الحاضر اليوم عندنا البرنامج اللي قالوا التطوع، البرنامج وطننا وبرنامج حتى التنمية المستدامة، هم اللي لاهي نذكر هون ونشكر الأمور اللي قاموا بيها في مهرجان ولاية الأخير اللي تذكر وتشكر، من عمليات قرص للأشجار ومن عمليات ترميم ومن عمليات النظافة وقدر من الأمور. هذا 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 فيما يخص برنامج برنامج وطننا. عندي طلب هنا تجاه التطوع، والله زاد الناس المعنية بالتطوع، لأنه هو تعود هون جائزة الأفضل متطوع، والله زاد أشبه متطوع، والله الناس اللي متطوعة على مستوى الوطني تعود عندهم جائزة، ونختار اللي نعود أنا هو أول صاحب بليانة وجايب الفكرة. اثنين، سمعت حد من الشباب قال قضية الموارد، لما لا، هو التطوع قد يعود تطوع وفي نفس الوقت ما اللي تعود فيه موارد، حتى على أن كسب أشخاص من 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 مجتمعات معينة ومن ثقافات معينة هذا بحد ذاته كسب موارد مادية، والتطوع ما عنده أي علاقة بسن معين والله مستوى معين. الجائحة اللي جات اليابان انهارات، شيباني عنده 80 سنة تطوع في ميدانه وعاد شباب كامل مشات وراه وتطوعت، شباب حتى شباب الياباني تطوع وراه. وعندي طلب اخر على ان نختار التطوع يعود ما هو فقط على مستوى الشباب اللي ما عنده شيء عدله، هون الشباب قد عدلوا يتطوع لا اعلنوا قاع ما عنده شغل اصلا واحد فيها، نختار التطوع يعود على مستوى الوزراء لانهم يتطوعوا في ميدان عملهم ميدان شغلتهم، يعود على مستوى الاداره، يعود على مستوى يعود عندنا برنامج يومي موريتاني مو برنامج عالمي، نحن يمر علينا برنامج اليومي العالمي للتطوع في موريتانيا واشعة ما نحسوا قاع به ولا نعلموا به، نصبر عليه شوي ولا نعلموا به، لذلك نختار يعود عندنا برنامج للتطوع على مستوى الوطني تعود تشارك فيه الناس كامله، تشارك فيه كان عندنا اصلا العسكر دائما يقوم بعمليات تطوع من نظافه المدينه وقدر من الامور اللي نعدلوها. شكرا. ودائما مع هذا الجانب مع الجمهور، تفضل عرفنا على راسك. المتكلم من قال لي الشيخ والبا، مرحبا بك، فاعل مدني في جميع المجالات كاملين، ورئيس جمعية البناء لتنمية المواهب الشبابية. راني في البداية شاكركم جزيل الشكر لإتاحة هذه الفرصة، ونشكر المنسق العام للبرنامج وطننا والإخوة الكرام لتدخلاتهم. نختار نقول لكم أن هذا اللي قالوا العمل التطوعي هو اللي تتقدم به الدول، والدول ركتها شبابها وساكنتها دائما يعودوا متعاونين في ياسر من الأزمات اللي تخلق، مثلا الأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية، يقير هذا ما يجي يخلق ما هو في مدة طلعت لي ياسر من الوعي عاد فيها عاد ياسر من الوعي، يعني لذلك نحن تراكم ياسر من الخبرات ياسر من لذلك هم ياسر من الشباب مرات يعودوا واحدين يقولوا الأخرين هال ماشيين فيه الفيافي والواحدين فيه ما يلا مدة توحال فيه ويلا توحلوا لها فيشجعوا من طريق ما هي زينة، ذيك نصف أول شيء الشباب أنهم يالتهم نطرحوا البال ذاك هناك يلا وكان متعاوني. بالنسبة للبرنامج الوطني للتطوع الوطنونا، نحن فتنا شاركنا معهم عند ذلك قالوا كوفيد 19 وشاركنا يكساء في حملات وشاركنا معهم ولي في عدة مجالات وعدة حملات تحسيسية، وشاركنا معهم في مهرجان جول ومهرجان ولات وورشات تحسيسية ومهم جدا. لذلك من خلال ذلك البرنامج نشكر وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان
الدور اللي تحته للشباب في المجال ورئيس والمنسق العام لمنسقية البرنامج الوطني للتطوع وطننا. ونشكر الحكومة الموريتانية للثقة اللي عدلت لي من ضمن هذا اللي قال له البرنامج الأخر شكل برنامج أخر للتطوع والتنمية المستدامة. ولذلك نحن نوصوا أن نطالب وركة الرئيس والحكومة أنهم يلتهم هذا البرنامج تمكيني اللي طرّه وركة يلا يعرفوا انهم يلتهم يدمجوا فيها يدمجوا في ياسر مشي ويلا هم اللي هاو الفاعلين كما قال زميلي قبيل انهم جائزة عود مثلا يلا عودهم تحفيزات اكثر للشباب ياك عود مثلا اللي قالوا العمل التطوعي مبدؤه منسق يعني لذلك تعود فيها مكافآت للشباب مكافأة للجهود الشبابية وتثمينها وخلق نوع من التنافس الإيجابي بين الشباب هذا هو اللي هم وتعود الدولة وتعود الدولة دائرة ليدر الشباب ياك الشباب ومحفز للعمل التطوعي ورسالتنا للشباب مولين يلا يفهم أنه لا بد من رقا يزقر شوي من وقته ياك يصل شيء لذلك كل شيء مكروض بلي إن شاء الله ومرحبا. شكرا جزيلا لك. إذن دائما مع نفس الجانب لعاد فم مدخلات بسرعة تفضل. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الاسم محمد محمود أحمد خير كله في الشباب وشر كله في الشباب. وانطلاقا من قول الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نحن هنا في إطار زين وتعقيبا لما قاله الأساتذة الكرام كل من جهته أو من موقعه يستطيع أن يفعل هذا. التطوع لا يحتاج أي وقت لا يحتاج أي جهد. الوقت نعم الوقت ثمين يحتاج أن يكون بنية صادقة أولا وأن يكون بلا مقابل. هناك أشياء تكون بلا مقابل والتطوع هو أولها لأن التطوع نابع من القلب من القلب إلى القلب ومن الناس إلى الناس واليد باليد هذا هو التطوع. والتطوع ما قد حد ما يكبر عن قدو أي شيء قد تطوع به تنظف شارع تزرع تغرس عدل شيء لا الابتسامة قاعد وش خوك هذا التطوع يعني نشوف يوم خوك عنده ياسر من الهم ومكدر وتضحك له هذا تطوع منك أنت له هو هذا تحفيز له هو تطوع. كما أسلفنا ما بقى قاع ياسر يا ينقال عنه كامل يا غير باختصار تطوع ملي يلا يعود فينا كاملين وبالتطوع إن شاء الله هو نبنو جيل إن شاء الله هو يستمد قوته من التطوع من نفسه والمجتمع إن شاء الله يقوم الله بالتطوع والخير كل الشباب. بسم الله وأصلي على من يبدأ اسمه بميم وحاء وميم ودال ويختم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المتكلم حد مين صنبه ناشط في المجتمع المدني الآن نتكلم عن عمل تطوعي وسابق نتكلم عن عمل تطوعي نختار وجه رسالة للمنسق ورسالة للرئيس بما أن قال عن المأمورية مأمورة الشباب يعطي أول شيء يعطي يمكن الشباب ويعرف شيء للشباب عمل تطوع عمل كبير يعطي نحن كنا يتطوع على حسب قدرته هو ما نطوع أني لا نرفض الدولة كاملة والله نرفض عمل تطوع كامل الله طوى حسب قدرتي حد يعود واقعي حد يعود واقعي منطلق من واقع منطلق من الواقع ما أود أني أنا أود رواة ما عندي لشي أود حطها بتشر قلبه حطه قام زاده لا بد أن أود نرفض الله اللي نقد نرفض. سمعت أول شيء نشكر منسق برنامج وطننا على برنامج زين أنا كنت فيه فترة كورونا غير للأسف لا وفات فترة كورونا وفيت أنا مولي مع والله وفي البرنامج نختار رسالة موجهة لمنسق نختار يود فم أن يستمر البرنامج ويستمر العطاء إن شاء الله. نعم يود فم عنده أهمية تنطع للشباب أهمية فم رسالة أخرى تبقي توجهها فم رسالة أخرى نقوم وجهها لغايس عنه بما عنه قانية معمورة شباب يلا مكن الشباب إن شاء الله مكن الشباب والبرنامج نختار والله يواصل مع الشباب والسلام عليكم. شكرا لك شكرا جزيلا تفضل لا تكلمي تفضلي عرفينا براسك. السلام عليكم وراني تشرفت عني معكم هون اليوم. اسمي أمينة ألفا جلو سيرنومي أنا ألفا جلو ونقول نقول عني طالب في الماستر وعضو في المجلس الطلابي اللي قالوا اتحاد العمل الطلابي الموريتانيين ونائب سياني في النادي قالوا نادي طالبات وخريجات في جامعيات ومدي رئيس جميع قال جمعية الشباب للتغيير والتطوير ويلي هامل نقول عن الشباب عنه عمل التطوعي
عنه مهم حدث عن رجاج أين ما كان أتان طالبي والله تلميذي والله ساكن في حيته أنه يلتو دائما به يلتو دائما عنه عنده إن أكتيفيتي يعدلها عنده نشاط يعدله دائما عنده عنده نشاط يعدل عنه أتانك أنجن دوني ما قلت عدل يا كامل قد أتانك أنجن شو سوي دام مون كارتين ديزولي يعني دي تكلم نو سي با غراف أوكي أتانك جو سوي دام مون كارتين بون موتيفي جو دوا فير كيلك شوز بور مون كارتين باسكو دوري مدي تطول يعني حد زاد ساكن في حي مثلا يلا يعدل شي للحي اللي ساكن فيه يلا يهتم به يلا يعد الحي لا بدلو من متطوع وهو متطوع ايوا زين رجع ساي بيقول انا وطني ما عدل لي شي يلتك انت تعدل لوطنك شي وتبقي تعدل شي من جانب النظافه من جانب التطوعي من جانب مساعدات اجتماعيه والله شي راني طالبته من الشباب والله نصيحه موجهه لهم والله رساله موجهه انه يدخلوا في العمل التطوعي لانه جاي اد سادون دوفلو ما بيرسونيل يعني هو ينمي الانسان من نفسه ينمي ويطور خبره نعم هو يطور رجاج ميم سادون لوي اد سائل لوي با دي دوفان بيبليك دي فير لا كونيسانس بو بوكو دي شوز اون بي با سي ديفلوبي سان رانت دون لي اكتيفيتي كوم لي اسوسياسيون دون لي كومبيراتيف بوكو دي شوز بون جو فري ميرسي ميرسي شكرا لك طبعا لعبت الاخت معك عندها كلمه تفضلي بونسوار تو لو مون جي تيني ا فو سالي فو توس بارتيكولييرمان لي موشي كي سون لا بون جو مون نوم جو مابيل ايسيت اتي جو سوي نامبر دين حب الوطن مبر يدي جوست حال نام حال نام حال نام بولا مبر يدي جوست حال دو بور الرئيس جو تيني جيريمان ا وي دو مون كيل ليس سيزي افيك لا جينيس باسكو جينيسو quand you wonder en jeunesse woni wurongo afani la jeunesse kadi c'est pas seulement be gondo pour fadde en contraire kadi khazwani wada hunde kambe ya para pour wadando koyeme be hunde afani comme ma sœur ne wini sa woné quartier ba sa fadde ha hunde wada pitna horema pewnana horema e chou kadi la jeunesse kadi be créer quelque chose pour kambe on a beaucoup de opportunités pour la jeunesse سورتما pour faire la meilleure Mauritanie inshallah taala merci beaucoup okay مشاهدينا الكرام اصدقائي الشباب مواصلين معكم هذه الحلقه من برنامج مع الشباب وصلنا لرك الفقره ضيف الشباب بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام واصدقائي الشباب رحبوا معايا بالفنان الشاب سيدي ولا عليا مرحبا وسهلا سيدي مرحبا بك اهلا 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 شرفتنا وشرفت برنامج مع الشباب سيدي طبعا تابعت معنا التطوع والشباب شو ماسي عندك مداخلات الشباب الليله والله زين عندي حتى موضوعكم باللي موضوع تطوعي يعطيك الصحه سيدي لين خليك تقدم لنا اغنيتك وحصعيد شكرا انا اللي بان راسي وعندي اماني فاتمة الليل وحدي نغني الحاني ما الناسيان انا اللي فاني وفني يحكي عني قصة احلامي الدنيا اشتيتي لما نوى الدنيا نعم بامان
شكرا 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 الفنان الشاب سيدي واللي عليا سيدي مرحبا بك سيدي. هذه الأغنية يا دنيا نختارك تتكلمنا شوي عنها عن الحان من لحنها لك هذه الأغنية وكاتب كلماتها. كلماتها كاتبهم هادي السيد وملحنهم لحنهم والكليب والكليب مع عدلو هو مع عدلو شريك قال له جسرم هو نختار نعرفوا سيدي درك انت اش متبارك معاه من الاعمال الفنيه اش متبارك مع درك تعدى الحضر للجمهور الشباب اللي يختار يعرف اخبارك سيدي. نختار انا دائما نختار نوجه شي للشباب بلي ان شاء الله الشباب اللي عندهم مستقبل فهمت كامل نختار لقنا كامل موجود للشباب دونك انت درك معدل مفاجاه للشباب كليب ولا البوم ولا شنو البوم ان شاء الله ان شاء الله. ولكن خلوك دارك مع أغنية أخرى نتمنى لك توفيق تقنينا أغنية أخرى للجمهور أوكي يلا شكرا شكرا للفنان الشاب سيدي واللي عليا شكرا لك سيدي. كلمة تبقي توجهها للشباب في نهاية طبعا عرضك اليوم الليلة معنا في برنامج مع الشباب الكلمة تبقي تقول للشباب شني؟ أنا الشباب نبقيهم كاملين ونختارهم لا يستقلوا كاملين يعودوا عارف يشروا صنفر يعودوا ومهم قاعدين يعودوا كاملين يستقلوا لو نبقي أنا يعودوا فهمت وتوب لله نظر أنا. شكرا جزيلا لك شكرا مرسي. شرفنا بك تحية كبيرة للفنان الشاب سيدي سيدي واللي عليا نرجع طبعا لضيوفنا ونستأنف نقاش نرجع مرة أخرى للمنسق العام لبرنامج وطننا السيد أحمد عبد الرحمن مرحبا بك وسهلا من جديد. طبعا تابعت معنا مداخلات الشباب وأكيد عندك فيها بعض الملاحظات والتعليقات تفضل. مرحبا بك من جديد يعطيك الصحة حمزة وشاكر الشباب على مداخلاتهم القيمة والبناء والمفيدة. نختار توف شوي نعطي لمحة عن تطوع كان وعاد وذي اللي طرال وشنه وشنهي مجالات التطوع. على كل حال فهم بعض الإخوة اللي جاءوا على بعض جوانبها كالأستاذ خالد وبعض المتداخلين الشباب نختار نوضح شوي الصورة من الناحية الفنية. نختار نقول أولا على عن الوزارة عدلت استراتيجية طويلة المدى نسبيا إلينا 2030. هذه الاستراتيجية فيها باب كبير معتمد على العمل التطوعي وترقيته وتطويره.
نختار نقول ملي على عن العمل التطوعي هون اللي نقولوه فنيا تنقال لثلاث جوانب مختلفة. نعم. الجانب الأول هو الجانب التطوعي اللي يتمثل في الانشطة اللي تمس مختلف جوانب الحياة اللي تكلم عنها الأستاذ خالد والأستاذ جبريل وبعض الإخوة المتداخلين، وهي المجالات اللي تتعلق بالتحسيس والتوعية والبيئة والتعليم والصحة ومختلف مثلا جوانب الحياة، الوحدة الوطنية، مكافحة المخدرات، مكافحة الجريمة مختلف أنواعها، تغيير عقليات الناس، هاي كاملها جوانب تطوعية. يعني ما هي مختصة بجانب واحد، جميع تقليد. جوانب حتى الثقافة، نعم. الفن، الإعلام كي قال لك الأستاذ، هذا يمشاو منه الرسائل التطوعية، وهذه مختلف هذه الجوانب. برنامج وطننا فتعدل فيها أنشطة مختلفة، فيها شيء في العاصمة نواكشوط وفيها شيء في مختلف ولايات الوطن. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو التطوع التعاقدي، وهذا جديد على موريتانيا الحقيقة، ما كان خالق سابق برنامج وطننا. وهذا النوع من التطوع كيف لفولونتاريا بروفيسيونيل ولا كونتراكتيل اللي في العالم مرك اللي قاعد زاد، هو مقاربة جديدة واللي عنده ميكانيزمات وآليات لابد من توفرها. الأول منها أن يتم فيه اكتتاب المتطوع من خلال مسابقة ويعدل له عقد عمل تطوعي، وتعود عنده هيئة مستضيفة له يقيسها يشتغل فيها، وتعود عنده مدة زمنية أقلها 6 أشهر وأكثرها 3 سنوات. نعم. ويعود فم حد أطرف ذيك المؤسسة ياك يتكون ويعود جاهز لاقتناص فرص تشغيل، وهو نوع من البري امبلوي. نعم. وهذا ملي فتنا عدلنا فيه عدة اكتتابات، فتنا عدلنا فيه 3 دفعات، وهون في القاعة فيها. نعم. بعض المتطوعين. نعرف شوي أستاذ أحمد عبد الرحمن، نعرف شوي شنو هو برنامجكم لهذه السنة، يعني في قادم الأشهر المقبلة إن شاء الله، شو عندكم من النشاطات؟ شوف نحن الوقت اللي نتكلم لك فيه على صفحة البرنامج وعلى موقع بيتا هم إعلان اكتتاب 4 متطوعين من هذه الفئة اللي قلت لك، ولا هي يشتغلوا لين 25 فبراير 2025 في ولايتين، ولاية ترارزة وولاية تقانت، في إطار مشروع الصين، مشروع السور الأخضر الكبير. نعم. فهم نشاط لا ينعدله إن شاء الله تعالى في نهاية الشهر عن الهجرة، الهجرة السرية ومثلا أبعادها وانعكاساتها. نعم. وعلى المجتمع ولماذا قاع. نعم. ولا ينعشوها مجموعة من الخبراء إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للنوع الأخير من التطوع هو التطوع الإنساني، وهذا النوع من التطوع هو اللي. نعم. فيها أنشطة تبرع بالدم والأنشطة. نعم. اللي تمس الفئات اللي هشم المجتمع واللي أيضا وعدل فيه قدر من من من, من العمل. نختار نقول لا كرد على بعض الإخوة، بعض النقاط اللي عرضوا لها الأخوة على عن بالنسبة للمتطوعين اللي شاركوا معنا في كوفيد كاملين، عدلنا لهم ديك الساعة دي ساتيستاسيون على شكل شهادات. شهادات. نعم. يقدر نعطوها لا حسب الطلب، لا حد يدورها بلي نحن ديك الساعة في كوفيد شاركت معنا في موريتانيا كاملة حدود 2500 شاب متطوع. نعم. وفيها واحدين طلبوها وجبروها، اللي مثلا شارك معنا كامله يجيب رسالة عن طريق المندوبية الجهوية، نعدلوا له ذيك الرسالة. نعم. وهم في شهادات قاسة الداخل في المدن اللي شاركت معنا في ذيك المرحلة. بالنسبة للتطوع التعاقدي حد كامله فيه تعدلوا إن بادج، يعدلوا أن بادج، بادج دو فولونتاريا، وكيف البادج اللي داير ذوك الأخ. نعم. اللي في. نعم. المجموعة الأخرى. وبالتالي العمل التطوعي يخلق فيه قدر من التنظيم وقانون التطوع أيضا. قانون التطوع. نعم. أيضا ذو هو فاتوفو. نعم. والوزارة صادقة عليه، ويخصوا البرمجة في مجلس الوزراء إن شاء الله والعرض على إن شاء الله مجلس إن شاء الله تعالى النواب ياك تم المصادقة عليه بشكل نهائي. لا نقول على عن بالرغم من هذا أن نحن مولي لا كيف الشباب كبيرة كرشنا فعلا عن العمل التطوعي أنه يترقى، وأن رسالة العمل التطوعي أنها توصل كل بيته في موريتانيا. نعم. ويقير
هذا العمل لا بد له من ياسر من الجهد ويا بد له من ياسر من الوقت ولا في حد يالت يتكلوا على حد به اللي مسؤولية الجميع يعني. مسؤولية الجميع شباب نعم. ومؤسسات وهيئات شكرا. وبالتالي يالت يعود مثلا شكرا شكرا جزيلا حماه أحمد كامل شكرا جزيلا انتقل شارك السيد محمد إبراهيم بابانا تفضل عدت عندك تعليق على بعض النقاط بسرعة اللي تعرضوا لها الإخوة أهلا وسهلا طبعا ذلي تعرضوا للشباب طبعا الإخوة ضيوف كان حقيقة مهم وتعرضوا لعمل تطوعي يعني اختار نضيف على العمل التطوعي على أنه موريتاني كان مرحلة مش شرح مرحلة ثانية ولأن الشباب الموريتاني لأن واجه العمل التطوعي يقوم به دورة كبيرة هي غير كيف كان الواحد الإخوة لأن المشكلة لأنه يقعد ما فهم تحفيز مرات الناس اللي كانوا يطوعوا سابق نحن وقبلنا يقعد ما فهم رد الاعتبار ما فهم جوائز ما فهم هذا ما الناس اللي يقعد فهم شيء شجع الجيل القادم على أنه يقدر يمارس العمل التطوعي نختار نقول لأن نحن جمعية محب الوطن الحمد لله جمعية معروفة لأن قبل بياس العمل التطوعي ونعتبر أنه واجبنا أهم واجب عندنا لأن قبلنا جزء من العمل التطوعي هو لأن التوعية وتثقيف الجيل الجاي بل أن موريتانيا هي يعني موريتانيا موحدة تحمينا كاملين ونحن كامل أبناء أولاد قدام يكون عود كنا داريد وفيدة ثانية هاي رسالتنا دائما نقدمه شركائنا والحمد لله نشتغل معهم بكل هذا من شركائنا البرنامج وطننا مجي قوفيد فهم العمل التطوعي اللي نشوفه فايته حتى في مرحلتين يتود فهم جائحة والله فهم مشكلة في المجتمع فهم نعم. خلقوا مشكلتين لنا لولا قضية قوفيد العمل التطوعي والبرنامج الوطني لتطوعنا كان إضافة نوعية به لأن يخشى كوفيد كان قادر على إنه يعبئ أكبر عدد ممكن من الشباب على الجميع والتراب الوطني وساهم نعم. بشكل كبير في التوعية والتحسيس حول المخاطر هذا المرض وحول حماية هذا الشباب كانوا هم يمشوا بروسهم وواجهوا نعم. المرض لكنهم يحموا مجتمعهم يحموا هذا بين نعم. هذا كان واجبهم شكرا واجب. المسألة الثانية نعم. هي قضية الفيضانات اللي اجتاحت جزء من موريتانيا نحن مثلا على مستوى دار البيضاء قمرة المياه العام قبل كان فهم تطوع للشباب نحن كجمعية دخلنا شق في المياه كان الناس اللي نعم. قادروا يشاركوا معنا شكرا تطورنا وساهمنا نحن نختار نوجه رسالة للشباب صيب عام شباب موريتاني على أنه يلا يفهم أن العمل التطوعي على أنه هو الواجب اليوم وعلى أنه هو جزء من الحياة ما نحن حد يقول نعم. يرى ترى أنه واجب يرى نعدله لكن ينتظر لتطور من الدولة المسألة الأخرى هي على أنه نختار نقول فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية لأن الشباب لأن اليوم لأنه عاد الشباب واعي وشاف الشباب الآخر وهذه الهجرة اللي مارس ياسر من الشباب نعم. نحن نصدى ولا باش نصدى لها بهو الشباب ما زالوا عندنا لأن احتواوهم ونوجوهم نعرف لأن الواحد فيه مهم نعيطوا لهم يأكنهم خرصوا اللي يودوا لشنو مثلا ندعو على العودة ما تشاهد حوار شامل أو طاولة مستديرة ناقشوا فيها قضايا الشباب واللي يهم الشباب ياكنا نحمو ما زال عندنا شكرا يهاجروا لنا نساعدوا لتطوير العمل التطوعي على مستوى الوطني وشكرا ننتقل لشور خالد مولاي إدريس خبير دولي في التنمية والإعلام خالد باختصار طبعا الآراء اللي سمعت حالا الشباب يقولوا اختاروك تعطينا باختصار شديد وشديد جدا أن نحن كاملين دركنا من خلال هذه المداخلات أهمية التطوع يا غير أننا نختار نتكلم عن التطوع هنا تياها بالمنظور الحقيقي أن هذا الإطار المؤسسي الموجود أنه مهم يا غير من المهم ومالي إشراك الجمعيات وإشراك الأندية وجميع الفعاليات وحتى التعاونيات النسوية وجميع الفعاليات كاملة في الدولة وحتى كيف ما قال الأستاذة ولي التلمودي إن فما يعود يوم خاص بالتطوع للمسؤولين كاملة لأن التطوع هو الركيزة الأساسية اللي ننطلقوا منها شور مفاهيم أخرى أعمق مرتبطة بالتنمية مرتبطة بالوحدة الوطنية مرتبطة بياسر من الأمور الأخرى دقيقة معناها أن التطوع هون يجبر له الإطار المؤسسي يجبر له الاستعداد يجبر له الإعلام الآن نعم. ندخل في صميم الذي قالوا البرامج والأهداف الحقيقية للتطوع وهو رافع على التنمية الوطنية أكيد, أكيد. شكرا تفضل السي جبريل وطبعا ننتظر منك خلاصة قوية شكرا لنرجع لقالوا الشباب والمتداخلين من عن أولا الشباب يتوق للتطوع هو يدور يعني يعدل تواق للتطوع رد قالوا علوا كلمة كوفيد 19 سفري كوفيد 19 كانت جائحة عالمية كان امتحان للناس كاملين وأنا قايل عن هذا الوقت اللي عند الشباب وحبهم عنهم يعدلوا التطوع هذا عندي انهم يدير على عاتق البرنامج الوطني التطوع ياسر من الامور المستقبليه اللي ينتظر منه الشباب
به اللي هو الجانب التنفيذي لكل السياسات البرنامج السياسات الوطنية في مجال التطوع. معناها أنا اللي نخترنا نوجه توصيتي للبرنامج أولا ساق بأي حد آخر بيه هو الواجهة الأساسية اللي أنا والله الشباب ينتظر منها الكثير هو عنه يدير مسألة عود مستمرة أولا فم استمرارية غير أيضا فم شمولية. معناها عن اليوم خالقين الشباب كي هذا مكونكتين هاي الكلمة معناها كي سون كونكتي أو ريزو يعرفوا البرنامج متصلين بالمنظمات الغير الحكومية. نعم. يا غير خالق ياسر من الشباب ديكونكتي عن هذا هذا وليالتو يمشي يلود لك وليالله يستهدف يستهدف. نعم. يلود له إذا كانوا أولا يدخل في العمل التطوعي وعن طريق دخول في العمل التطوعي تم تعبته وتكوينته وإعطاءه نظرة جديدة للمجتمع ونظرة جديدة. نعم. للبلد بكل ما كان أبعد كل ما كان أولا. نعم. خطر عليه هو يغير خطر على المجتمع ككل. وشكرا شكرا جزيلا لك سي جبريل. إذا ننتقل إلى الجانب الآخر. تفضل. إذا السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم الشيخ أحمد طاهر رئيس نادي البدع الثقافي الرياضي ناشط مجال المجتمع المدني. نختار هون نقول علينا احنا كمتطوعين التطوع ما نشدد عليه الى بدانا كينا بدانا في اللي قالوا تطوع معناها عنا جينا كمتطوعين ومهم عندنا اللي قالوا تطوع لان اليوم اكبر متطوعين هم المكونين المعطرين الرياضيين اللي كلهم يعطر ويكون ويوجه الشباب على المدى البعيد. نعم. معناها عن نحن كمكونين رياضيين على مستوى نواكشوط على مستوى موريتان كامل المكونين يقوموا بدور كبير بحيث على انه في وقت الفراغ اللي دائما الشباب يجبروا ياسر المشاكل على انه يعود المكونين في داخل الاحياء في داخل الكارتيه يعود يكونوا الشباب ويعطروهم خاصه في وقت الفراغ يعني يعود واحد من 18 اما على ذيك الموهبه اللي هي اما كره القدم اما باسكت اما ذيك المسائل الرياضيه كامله يعود واحد من ينجح فيها والله مولي ينجح هو للحياه. نعم. معناه انه ينجح هو يصلح يعود صالح لراسه ولاهله وللمجتمع. معناها عن ننجر برنامج وطننا يعني نظم ذاك اللي قالوا تطوع وعاد كل متطوع يعني عاد ينشاف وعاد ينقبض له يعني. نعم. بطريقه منتظمه وعاد ينعرف على انه متطوع ويكافئ ويتم احترامه ويتم تقديره. وايضا البرنامج الوطني اكتتب قدر من المكونين المعطرين على مستوى موريتان كامل وهذا مهم جدا. نشجع الرساله اللي نبقي نوجه يلا البرنامج على هذو المكونين المعطرين على مستوى موريتان يعطى لهم ولو تاقط شكر تقدير. نعم. على العمل اللي عدلوا معناه يلا تعود فهم لفته كريمه للمكونين المعطرين للمدربين وتكرمهم الدوله وتقدرهم. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. المتكلم ابراهيم محمد. راني شاكركم على هذه الاستضافة وشاكر جميع الشباب على مداخلاتهم وشاكر كذلك الضيوف. ما نبقي نطول به للشباب طولوا كاملين والأفكار مولي كاملة اللي كنا ليه نقولوا قالوا الشباب. فقط نبقي نوجه الرسالة له الوطننا على أن زين فيهم يركزوا مولي على التطوع من ناحية الثقافة ومن ناحية الفنون بما أعلن البرنامج دائما يستهدف الشباب. ظاهر لي على ان الشباب اللي قد يوجههم والله اللي قد يوصل لهم رساله لا الشباب كيفتهم وبطريقه مالي اللي يفهم بها الشاب بمعنى اعلن نقدوا مثلا ان قبضوا ذا الموضوع اللي قال المنسق عنهم مازالوا اللي عدروا في نشاط حول الهجره. عندكم فنانين وعندكم مسرحيين عندكم فنانين تشكيليين عندكم فنانين رب هذو الفنانين وهذو هل الفنون وهذو هل الثقافه. انتم تقدوا يعني تركزوا عليهم وتقبضوا خبرة منهم ياك توصلوهم للشباب وياكم اللي مثلا فنان قد يعدل أغنية حول الموضوع واحدين قد يعدلوا مسرحية حول الموضوع بشي يعني واضح. جميل جدا. نعم. قد يستهدف الشباب. نعم. ويكسبهم اللي بطريقة جيدة. وشكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخيار موسى ناشط في المجتمع المدني. أولا لا نقول نقطتين لأن الشعب الموريتاني أساسا هو الشعب تطوع خاص لا نفض القبار عن التطوع تجبر الشعب الموريتاني في الميدان التطوعي. والمطلب الرئيسي شنو لأنه الطالب من رئيس الجمهورية لأنه يعدل جائزة على قرار المتون المحضرية للتطوع
لأفضل عمل تطوع يعدلوا جائزة باسم رئيس الجمهورية. شكرا. أنا لا لهين توف هاي النقطة شفتها تكررت مرات، والحقيقة قبيل ما ريت فرصة أني أتكلم عنها، هي قضية اليوم الوطني للتطوع وقضية أيضا الجائزة. نختار نطمئن الشباب على عنها وركاتيها إن شاء الله تعالى القضيتين أنهم يدوروا يشوفوهم قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. راني شاكر برنامج مع الشباب وشاكر الإعلامي حمزة. شكرا لك. لنقولوا على أن الشباب كانوا صرنا يطوعوا ويصقلوا المدارس ويعدلوا كل شيء يقار ما كان معلوم بهم، فهمت؟ مع جاء برنامج وطننا حتى كامل يتعدل، هما فاتحين له عينيهم ويوقفوا معاك ويساندوك يتعدل العمل التطوعي. والكلمة الأخيرة نبغي نقول على أن الفخامة الرئيس على وطننا يشتغل ويالتو يعطاه باش يشتغل. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، وفي ختامها طبعا لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفنا الكرام، السيد أحمد عبد الرحمن دحي المنسق العام لبرنامج وطننا، وأيضا رئيس جمعية محبو الوطن محمد إبراهيم بابانا، كما نشكر السيد خالد مولاي إدريس خبير دولي في التنمية والإعلام ورئيس رابطة النظراء المربون السي جبريل. شكرا أيضا للجمهور اللي كان حاضر معنا، جمهور الشبابي. هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم.